احتفلت الكلية العسكرية التكنولوجية بتخريج الدفعة رقم واحد فنيين المرشحين للعمل بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، وذلك بعد إتمام دورتهم التدريبية بالكلية العسكرية التكنولوجية بالتنسيق مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر. تضمنت الدورة التدريبية تدريبا فنيا وتخصصيا وفقا لأحدث الأساليب العلمية بالمنشأة التعليمية بالقوات المسلحة. احتفلت الكليه العسكريه التكنولوجيه بتخريج الدوره الاولى من الفنيين المرشحين للعمل بالهيئه القوميه لسكك حديد مصر وذلك بعد اتمام دورتهم التدريبيه بالكليه العسكريه التكنولوجيه بالتنسيق مع الهيئه القوميه لسكك حديد مصر بوزاره النقل تضمن الاحتفال تنفيذ الطلبة عدد من العروض العسكرية، أظهر مدى ما اكتسبوه خلال دورتهم التدريبية من انضباط عسكري، أعقب ذلك عرض فيلم تسجيلي من إعداد إدارة الشؤون المعنوية، تضمن مراحل إعداد وتنفيذ الدورة التدريبية، بدءًا من استقبال الدارسين ومرورا بالتدريب الفني والتخصصي، وفقا لأحدث الأساليب العلمية بالمنشآت التعليمية بالقوات المسلحة، تلا ذلك إعلان نتيجة الدورة. كما قام الفريق كامل الوزير وزير النقل بتكريم أوائل الخريجين تقديرا لتفوقهم خلال فترة دراستهم بالكلية العسكرية التكنولوجية، وألقى اللواء أركان حرب حسام الدين مصطفى عبد السلام مدير الكلية العسكرية التكنولوجية كلمة قدم خلالها التهنئة للخريجين وأسرهم، متمنيا لهم التوفيق في المستقبل، مشيرا إلى أن جميع الدارسين اكتسبوا الكثير من العلوم والخبرات العلمية والعملية التي تؤهلهم لأداء مهامهم على أكمل وجه. مشيرا الى حرص القياده العامه للقوات المسلحه على توفير كافه الامكانيات لتطوير نظم الاعداد والتاهيل بالكليه العسكريه التكنولوجيه، وقدم الفريق كامل الوزير وزير النقل خلال كلمته الشكر والتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه، القائد الاعلى للقوات المسلحه، صاحب فكره تدريب العناصر الجديده لهيئه السكك الحديديه في المؤسسات التعليميه للقوات المسلحه. كما قدم الشكر والتقدير للقيادة العامة للقوات المسلحة ولكافة مؤسسات القوات المسلحة التي شاركت في تدريب عناصر السكك الحديدية، مشيراً إلى أن هذا الحدث يأتي تنفيذاً للخطة الشاملة لتطوير سكك حديد مصر، والتي وجهت بها القيادة السياسية، والتي ترتكز على العديد من المحاور أهمها تطوير العنصر البشري، واختتمت الاحتفالية بعرض مشاريع التخرج. أظهرت مدى ما وصل إليه الخريجون من مستوى تعليمي راق خلال فترة دراستهم بالكلية العسكرية التكنولوجية. حضر الاحتفالية اللواء أركان حرب خالد قناوي مساعد وزير الدفاع للكليات العسكرية وعدد من قادة وضباط القوات المسلحة وعدد من مسؤولي وزارة النقد.